الراي ديالي في مستوى التعليم العمومي زيرو، يعني التعليم العمومي في المغرب ما كاينش. يعني بالنسبه ديال ولاد الشعب اللي كاين في المغرب اللي قراو فيه التعليم العمومي، راك عارف اخويا شنو نقول لك، لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني التعليم ما عندنا في المغرب زيرو بزاف بزاف، يعني ما كاينش التعليم في المستوى يعني اللي غادي يليق في اللي غادي يليق المستوى يعني ابناء الشعب، يعني ابناء الشعب يعني غيكونوا مثقفين وواعين. يعني التعليم العمومي اخويا كما دزت انا في التعليم العمومي، يعني التعليم العمومي اخويا كتدخل عند الاستاذ اول حاجه كيزريك كيخلعك بحال داخل ماشي داخل القسم، داخل يعني داخل الكوميساريه، يعني ما كيفهمكش بواحد الطريقه يعني يعني طريقة تعليمي، يعني ماشي يعلمك بالعنصرية وبالعصا وكذا، يعلمك بواحد الطريقة يعني زوينة. يعني أنا من خلال التجربة ديالي في مستوى التعليم العمومي، يعني كنت قريت في المستوى الأول تحضيري، يعني دخلت عند واحد الأستاذ بلا ما نذكر الاسم ديالو، يعني دخلت عندو زراني تخلعت هو، يعني وليت انا كنمرنك ما بقيتش كندخل للمدرسه، وليت كنجي للدار كنقول لهم لا الاستاذ راه ما جاش. علاش؟ حيت الاستاذ كان كيخلعني انا، يعني ماشي دخل ليا دخل لي التعليم بواحد الطريقه زوينه، يعني خلاني انا نحب التعليم، يعني خلاني انا نبغي نقرا ونحب القرايه. لا انا الاستاذ هذا يعني زرع فيا الرعب. التعليم الخاص اخويا يعني كتبدا من التحضيري وانت كتقرا فرنسي، يعني كتدخل مثقف، يعني اللغه عندك. احنا لا في التعليم العمومي يعني انت كتطلع الخامس ولا الثالث عادك بدي يقروا فيك الفرنسي، عادك بدي عادك تدخلك اللغه الفرنسيه لدماغك. يعني التعليم الخاص اخويا راه من 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 الروض وانت كتقرا فرنسي لونجلي، يعني جميع اللغات كتحاول تبدا تندمج معاهم. يعني اخويا التعليم العمومي اخويا ما كيعطوكش اللغه من الديبار، فهمتيني؟ انت كتطلع للثاني ولا الثالث عاد كيعطوك شويه فرنسي، وداك فرنسي ماشي ديك فرنسي زعما اللي كيكون باز يعني يعني المغرب عامة، يعني الفرنسي شوية لا شيء، فهمتيني؟ يعني ماشي بحال بريفي، يعني بريفي كيعطيك فرنسي قاصح كتدخل من ابتدائي وانت عندك لاباز ديالك باش تشد الفرنسي وتشد جميع اللغات. التعليم العمومي اخويا ما يمكنش.